بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلب الدبلوم الضرائب الفرقة الأولى مادة معايير وإرشادات المرجع. يجب الأخذ في الاعتبار أنه تم الانتهاء من شرح الفصول الخمسة الأولى من الكتاب المقرر بعنوان معايير وإرشاد المراجعة من خلال المخاطر وتحديد النقاط البحثية الواجب مراعاتها في كل فصل. لذلك سوف يتم استعراض المجال البحثي للفصول المتبقية من المنهج المقرر في اسلوب التعليم عن بعد بنفس المنهجيه البحثيه بالمحاضرات. والله الموفق، محمد عبد الحافظ. الفصل السابع، المعيار المصري لمهام التاكيد رقم 3400، اختبار المعلومات الماليه المستقبليه. في هذا المعيار يجب بداية تمهيد المعيار. فعند مناقشة أي نقطة بحثية يجب على الباحث التمهيد لمناقشة هذه النقطة البحثية من خلال تحديد مسؤولية الإدارة ومسؤولية المراجع من اختبار المعلومات المحصلة المستقبلية. اختبار المعلومات المستقبلية البحثية لهذا المعيار تتضمن 6 نقاط بحثية يجب أن يبحث بها طالب الدراسات العليا كما تم تدريبه في المحاضرات. فالنقطة الأولى تحديد موقف المراجع من التأكيدات فيما يتعلق بالمعلومات المالية المستقبلية. النقطة البحثية الثانية الاعتبارات العامة لقبول المهمة. النقطة البحثية الثالثة اعتبارات إجراءات الاختبار. النقطة البحثية الرابعة اعتبارات العرض والإقصاء. النقطة البحثية الخامسة اعتبارات مضمون التقرير. النقطة البحثية السادسة اعتبارات الانسحاب من المهمة. شكرا عزيزي الطالب. فصل الثاني، معيار المراجعة المصري رقم 570، الاستمرارية. تمهيد المعيار، عند مناقشة أي نقطة بحثية يجب على الباحث التمهيد لمناقشة هذه النقطة البحثية من خلال تحديد واضح لمفهوم الاستمرارية ومدى مسؤولية الإدارة والمراجع من فرض الاستمرارية. أما بالنسبة للنقاط البحثية لهذا المعيار تتضمن 4 نقاط بحثية. النقطة البحثية الأولى أمثلة على حالات الشك في جودة المنشأة على الاستمرار. والنقطة البحثية الثانية تقييم المراقب لتقييمات الإدارة. والنقطة البحثية الثالثة أمثلة على إجراءات المراجعة الإضافية في حالة وجود أحداث أو ظروف تؤثر على التمرير. والنقطة البحثية الرابعة استنتاجات المراجعة وإعداد التقارير. شكرا عزيزي الطالب. الفصل التاسع، معيار المراجعة المصري رقم 560، الأحداث اللاحظة. تمهيد المعيار، عند مناقشة أي نقطة بحثية يجب على الباحث التمهيد لمناقشة هذه النقطة البحثية من خلال التعريف المقصود بالأحداث التي تقع حتى تاريخ تقرير مراقب الحساب. البحثية، موقف المراجع من الحقائق التي تكتشف بعد تاريخ تقرير المراجعة ولكن قبل تاريخ نشر القوائم المالية. النقطة البحثية الثانية، موقف المراجع من الحقائق اكتشف بعد نشر القوائم المالية. شكرا عزيزي الطالب. فصل العاشر، معيار المراجعة المصري رقم 240، مسؤولية المراقب بشأن الغش والتدليل. ايد المعيار، مناقشة أي نقطة بحثية يجب على الباحث التمهيد لمناقشة هذه النقطة البحثية من خلال التفرقة من مفهوم الخطأ ومفهوم الغش وأنواعه وأمثلة على فرص ارتكاب الغش. النقاط البحثية التي يهتم بها المعيار، النقطة البحثية الأولى مسؤوليات المسؤولين عن الحوكمة والإدارة عن الغش والتدليس. مسؤوليات المراقب عن الغش والتدليس، المحددات المتأصلة لعملية المراجعة. وأخيرا وليس آخرا، المناقشة ما بين أعضاء فريق المراجعة. شكرا عزيزي الطالب.
ثامن أبنائي الأعزاء، طلبت دبلوم الضرائب الفرقة الأولى مادة معايير وشهادة المراجعة موضوع الامتحان ضمن تم شرحه سواء في المحاضرات أو بأسلوب التعليم عن بعد، حيث يتضمن المقرر عدد 10 فصول مع استبعاد الفصل السادس معيار المراجعة المصري رقم 540 مراجعة التأثيرات المحتملة كما يتضح من فهرس الكتاب. الواضح على الشريحة أمام سيادتكم. وفي الختام أتمنى التوفيق للجميع. شكرا أحبابي وأعزائي طلبة دبلوم الضرائب الفرقة الأولى. السلام عليكم.